أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا رجل إفريقي، وعندما أسافر إلى إحدى القرى في إفريقيا أجد أن هناك إماما لا يجيد قراءة الفاتحة. أجد إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: وعندما أذهب إلى إحدى القرى أجد إماما لا يجيد قراءة الفاتحة بل يغير الكلمة، وعندما أريد أن أناصحه لا يستمع إلي بحكم أنه أكبر مني وأنه مكث في المسجد عدة سنوات وبحجة أنه تعود على قراءة الفاتحة، وإذا تركته وصليت في البيت قال الناس عني في الحي إني متخلف عن الصلاة. والسؤال: ماذا أفعل في هذه الحالة علما بأني مقيم في هذه البلاد وإذا ذهبت هناك يقولون جاء بشيء جديد؟ عليك بمحاولة إقناع هذا الشخص وتعليمه الفاتحة مهما استطعت، فإذا لم تستطع وهو يلحن لحنا يحيل المعنى يغير المعنى فلا تصلي خلفه، أما إذا كان لحنه لا يحيل المعنى فتصح الصلاة خلفه، أما إذا كان يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلفه في الفاتحة، فاعتزله وصل وحده ولو قال الناس ما قالوا، لأن هذا يترتب عليه صحة الصلاة أو بطلان الصلاة. نعم.